وفي مواجهة الجهل والسفه يقول الله جل وعلا: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، كما قال سبحانه: فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. والمعنى: احذر أن يأخذوك إلى سجال المهاترة وتبعاتها. والمسلم براسخ قيمه لا يلتفت لجاهل ولا لمغرض ولا لعائق، مستصحباً قول الله تعالى: وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. كما يعلم المسلم أن منازلة أولئك تسهم في إعلاء ذكرهم ونجاح مشروعهم، وهو ما يسعدون به، بل إن الكثير منهم يعول عليه، غير أن مخاطر التدليس يتم كشفها مثل ما يتم التصدي للإساءة البينة، وكل ذلك يساق بحكمة الإسلام.